يسألون عنه وينشدون. من هو السعودي؟ شايف إن المستقبل من بدأ المشوار. هي أهم ميزة بالنسبة لدى السعودية هي الطاقة الشبابية اللي فيها. يعرف التقنية وهو لها دار، وفي الصحة ألهم، وبعلوم التجارة تمكن. السلام عليكم، كيف ممكن أخذك؟ ما أخذ التعليم بجدية، والبيئة عنده أولوية. أما الرياضة فهي لعبته. المدن الذكية فيها شغفه. هذا السعودي راعي الأولى.